يا مجنون. شكرا كتير. انا لازم ابداها كده. شكرا شكرا. الذ جنان بصراحه. دي والله عادي ولا جنان ولا حاجه، والله الموضوع عادي جدا يعني بجد. غريب انك برضو مهما عملتي برضو زي الامر. يعني انت بنتي مجنونه وبقى بتقولي زي الامر. انت زي الامر هو لازم بجد. شكرا قوي. يعني مبدئيا كده ما شاء الله جاذبيه غير عاديه. بتعملك مشاكل هكذا؟ ايه والله خالص، فين المشاكل دي؟ محاسب بقى على. ايوه طبعا بيحصل بأوفر احيانا. لا بجد الحمد لله انا ما بقابلش ناس تموم تقيل يعني كده، حاجات اللي هو زي اللي انت لسه عاملها دلوقتي. في ناس ممكن تدفع يدفع لها رقم كبير قوي انهم يعملوها حتى في دور سينما ويحلقوا شعرهم ياخدوا مبلغ. انت ليه عملتيها في دي؟ عشان عايزه افتح صفحه جديده وعايزه اخد بالي من شعري. قبل شعرك صفحه جديده مع ايه؟ مع نفسي. عايزه تصحي نفسك ولا عايزه تلوميها؟ لا لا صالحها طبعا. الوم على ايه؟ لا مفيش حاجه الوم عليها، بالعكس عايزه بس كده، عايزه شويه تفاؤل كده وشويه يعني. هو احساس حلو على فكره فعلا. لا والله. طب يعني بتشجع